في امريكا في بالقانون الامريكي ماده اللي هي سبيشال 301 تعطي الحكومه الامريكيه الحق في معاقبه اي دوله تخالف انظمه حقوق الملكيه، وهذه الماده قديمه جدا ليست حديثه. فانا كل ما اريد ان اقوله قبل ان ندخل في التفصيلات الاخرى ان النظام ليس جديدا، انما المطلوب الان ان نتكيف مع تغير جديد اسمه عالم السايبر سبيس او عالم الانترنت والجوانب المتعلقه بالملكيه الفكريه. وانا عضو في اللجنه الدوليه لدى الغرفه التجاره الدوليه في تطوير نظام عالمي جديد او اتفاقيات جديده حول حقوق الملكيه الفكريه في مجال الانترنت او في مجال التجاره الالكترونيه. هذا الجديد، هذا الجديد لابد ان نؤجله قليلا لانه هناك ما هو عالق ولم يحسم بعد في الكثير من الامور العربيه. ولكن قبل ان نصل للمواضيع العربيه، ورد ان الولايات المتحده لديها قانون العقاب. نعم، فهذا يجعلني انا اتساءل انه ما هي المؤسسات الدوليه المعنيه بالملكيه الفكريه والمعنيه ايضا، يعني هل هي منظمه حكوميه او دوله عالميه دوله، ام انه هناك في مجموعه من المؤسسات هي المعنيه بمتابعه ومراقبه الدول التي تتقيد بالملكيه الفكريه؟ تمام، بايجاز المنظومه الدوليه المعنيه بهذا الموضوع كانت بدايه المنظمه العالميه للملكيه الفكريه، والتي هي احدى منظمات الامم المتحده الوايبو World Intellectual Property Organization. هذه المنظمة هي التي مسؤولة على مستوى العالم عن صياغة وإدارة اتفاقيات الملكية الفكرية على مستوى العالم. كانت هذه المنظمة اختيارية، أي أنه لم يكن هنالك لها سلطة أن تفرض أو تلزم. حتى أي عام؟ حتى، وهذا السؤال هو الجواب، حتى قيام المنظمة العالمية للتجارة. عندما قامت المنظمة العالمية للتجارة بدل أن تدخل في صياغة جديدة لقوانين الملكية الفكرية، دخلنا في مرحلة الإلزام، دخلنا في مرحلة الإلزام لأنها استدخلت كل هذه الاتفاقيات واعتبرتها ملزمة. ألا يعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لدول العالم؟ إذا كان تريدي أن تسألي هذا السؤال، فكل المنظمة العالمية للتجارة هي تدخل في الشؤون الداخلية، لأن المنظمة العالمية للتجارة جاءت على أساس فلسفة أن العالم سوق واحد، ولا يجوز للدول أن تقيم أي عوائق أو عقبات غير منصفة وتعرقل التبادل التجاري سواء كان سلعا أو خدمات أو حقوق ملكية فكرية بين دول العالم. ولغرض ذلك صاغت كل الاتفاقيات، وكل الاتفاقيات التي صيغها المنظمة العالمية للتجارة هي ملزمة، وهي فوق سلطة التشريع، وعلى الدول في العالم كله وليس دول العالم النامي أن تعدل تشريعاتها بما يتفق مع جاء في اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة. إذن سحب البساط من تحت أقدام الدولة كدولة لحماية صناعتها، لحماية اقتصادها، فأصبح البديل الملكية الفكرية. الحقيقة أن التفسير هو ليس أنه هذا جاء بديلا، التفسير هو أن ازدهار الاقتصاد العالمي وبالتالي ازدهار الاقتصاد لكل دولة، المبدأ أو النظرية، ولا أقول أنها صحيح لأني أنا لدي الكثير من الانتقاد على المنظمة العالمية للتجارة وعلى أنظمة الملكية الفكرية بشكلها العام. إنما مثلا اتفاقية تريبس التي هي الملزمة الآن والتي هي الجزء المتعلق بالملكية، جوانب الملكية الفكرية في التجارة الدولية التي تفرضها المنظمة العالمية للتجارة والتي التزمت فيها كل الدول الأعضاء، وضعت نظاما صارما لحماية حقوق الملكية الفكرية. جميل، وأنا معه، لأن ذلك حق أولا شرعي وحق حتى ديننا يلزم به. إنما لم تضع بالمقابل نظاما لنقل التكنولوجيا، واكتفت بجملة عابرة أن على الدول أن تشجع نقل التقنية. طب كما وضعت نظام لحماية التقنية يجب أن يوضع نظام لنقلها وإلزام نقلها، باستثناء مادة واحدة اللي هي مادة 29 والتي تقول بما يسمى بالترخيص الإجباري، أنه إذا دولة، إذا منتج لم يصدر لبلد معين ولم يسجل ولم يستعمل في بلد، يحق لتلك الدولة أن تجبر الشركة المنتجة على ترخيصه داخل الدولة، اللي هي مادة في اتفاقية تريبس. إنما السؤال هو
ما هذا العالم الجديد الذي نتكلم عنه؟ أحد جوانب الرئيسية الثلاثة، وهو جانب مهم جدا، يعني الآن التجارة في الملكية الفكرية، التجارة العالمية تشكل ما يزيد عن 20%. أنا أقول بأنه في سنة 2050 ستشكل الملكية الفكرية 50% من محتوى التجارة الدولية. فنحن نتكلم عن موضوع على قدر كبير من الأهمية، ولا يجوز أن ينظر له المستمع ولا صانع القرار على أنه هو رفاهية. هذا ليس رفاهية، هذا هو أساس مفتاح المستقبل، مفتاح المستقبل، مفتاح تقدمنا، مفتاح قدرتنا على التنافس. أعود لمسألة المنظمات المعنية الآن في الوقت الحالي، هل يحدث بينها تعارض مثلا؟ سؤال أيضا في صلب الرد، الرد هو السؤال مرة أخرى. وقعت المنظمة العالمية للتجارة اتفاقا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنسيق فيما بينهما فيما يخص جوانب الملكية الفكرية. المنظمة العالمية للتجارة تقول أنا لا أريد أن أحل محل المنظمة العالمية الفكرية، والحمد لله، لأن المنظمة العالمية الملكية الفكرية من أحسن المنظمات، وبالمناسبة يجب أن نفخر كعرب بأن على رأس هذه المنظمة إنسان عربي، ووصل هنالك وهو من السودان، وصل لذلك بحكم كفاءته وقدرته، مما يدل على أن كأمة عربية مش لازم نخاف من موضوع الملكية الفكرية. فإذا كان على قمة المنظمة العالمية الملكية الفكرية إنسان عربي اختير لقدرته وليس لنفوذ دولته، فإذا نحن نتكلم عن موضوع نستطيع أن نكون فيه في المقدمة في العالم. هذه المنظمة هي التي ما زالت مسؤولة عن تطوير الاتفاقيات وصياغة الأنظمة الدولية، ولكن أعطتها المنظمة العالمية للتجارة قوة الإلزام باعتبار أن المنظمة العالمية للتجارة منظمة إلزامية تختلف عن كل المؤسسات العالمية السابقة. ليس هنالك في العالم بما في نظام الأمم المتحدة ليس هنالك منظمة لها إلزام في التشريع، وأن تشريعاتها لها أولوية على وقوة فوق التشريعات المحلية في الرقابة وفي فض المنازعات. لديها نظام لحسم المنازعات باعتبار أنها هي الحكومة والمجلس النواب والقضاء، كله موجود في مؤسسة واحدة. بقي العيب الوحيد ردا على سؤالك وهو التعارض، هو في القانون الأمريكي المادة الخاصة التي رقمها 301، لأن هذه المادة تعطي الحكومة الأمريكية، وهنالك صراعات كبيرة حول هذه المادة بين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بيننا لأن نحن ما زلنا ليس لنا دور في هذا الموضوع الدولي، إنما المجتمع الدولي المتقدم يقول للولايات المتحدة الأمريكية أن هذه المادة يجب أن تلغى، ولا يجوز لأمريكا أن تمارسها لأنها ارتضت عضوية المنظمة العالمية للتجارة، ولدى المنظمة العالمية للتجارة قضاء ما يعرف بجهاز حسم المنازعات، فبالتالي تعالي واشتكي لدى هذا النظام بدل أن تفرضي قوانينك الخاصة على دول العالم، والتي إن كانت مقبولة قبل قيام المنظمة لم تعد مقبولة الآن. لطالما أنه مثل هذا البند موجود، ولطالما أنه مثل هذا الحوار موجود بين الدول المتقدمة نفسها، هذا يجعل الدول النامية مثل دولنا تنظر بالريبة لما يحدث. حضرتك أيضا انتخبت حديثا لمجلس الأمم المتحدة الاستشاري للتحكيم في قضايا التجارة الدولية والملكية الفكرية والاستثمار، يعني هذا المجلس أيضا من المجالس الحديثة على المستوى العالمي. هناك الكثير مما يستجد في الساحة العالمية فيما يتعلق بالتجارة العالمية، فيما يتعلق بالملكية الفكرية. يعني طبعا قبل أن أسأل عن المجلس، أنه مثل هذه الأمور التي تستجد سريعا، هل نحن العرب نمسك بزمامها؟ هل نستطيع؟ هل وصلنا لمرحلة متابعتها فعلا؟ ما في شك أن هنالك تحسن، ما زالت سرعة تطورنا وتجاوبنا مع الأحداث بطيئة، ولكن على الأقل بدأنا نفتح عيوننا. مثلا نأخذ هذا الموضوع اللي تفضلت، المجلس مثلا، مثلا التحكيم، ما الذي يمكن مثل من هذا المجلس وحضرتك أنت عضو فيه أو انتخبت فيه، ما الذي يمكن أن يقدم للعرب لدول النامية خدمات؟ هذا المجلس خلق لهذا الهدف، وهو الآن في قيد التأسيس. يعني أنا الآن اجتماعنا التأسيسي إن شاء الله سيكون خلال شهرين، وأنا اخترت وكان لي الشرف ذلك عن القطاع العربي بصفتي الشخصية وبصفتي رئيس المجمع. إنما الهدف من هذا المجلس هو تقديم المعونة والمشورة للدول النامية. كيف؟ من خلال إقامة برامج تدريب،
من خلال إقامة مركز معلومات في جنيف للدول النامية، ثالثا من خلال مساعدتها في مشاكلها، كل ذلك في موضوع التحكيم، والتحكيم هو هام. الآن احنا أعضاء في المنظمة العالمية للتجارة، صارت مشكلة بيننا وبين دولة متقدمة. الدول المتقدمة لديها خبراتها، أجهزتها، مراجعها، فعندما نجلس للتحكيم إذا لم نكن متساوين سيكون الحكم ليس لصالحنا، لأنه القضاء سيحكم بما يقدم له من حجج وبيانات.